انا بوي شواهد ودبلومات وعني في بلاد بور شنو نعمل شنو ندير غير يجيب التيفير بوي خدام في ديور الناس شو مش طلع لي في الراس انا ود بنتي نحن الراس كان عندي وما كان باس ما كان باس بنت الأصل والمهدي حلو وعسل وعيدة سيدة الكل أنا وبنتي بحمر طل دليلة بنت الأصل والمهدي حلو وعسل ماما عيدة سيدة الكل أنا وبنتي بحمر طل come on boss show me up كان شفت كان فيك وعيش بخير كان رجل كان جرس وطبب البغرير كان وجد حلو وأشكال العسل هوا ولحتاج أخوكم طباخ كبير صباح الخير اب هاكي هاول الله هنا وجديد يا الشيك الشيك؟ اش هاد الشيء عاوتاني؟ هذولي فاكتور ديال الشهر المصروف لا عادي هذا كله ضو هذا ضو عادي وهذا شنو؟ هادو المصاريف هادو اللي التقضيه ديال الشهر السوبر مارشي هذا السانديك زادوا فيه السانديك ما زاد والو السانديك اش غيزيدوا راه داكشي اللي كاين هو اللي كاين او هذه كلها تقضيه واش حنايا دارات تقضيه ديال اوطيل هذه ماشي ديال دار لا بزاف بزاف سعيد بزاف اي اش واقع شتك هاد السيمانه ماشي تيادتي واش ما عمرك تحاسبتي معايا على لي فاكتور ما عمرك بقيتي كتدخلي في المصاريف قولي لي اش واقع انا ما عاجبانيش شي وشتك وليتي جالسه في الدار بزاف شنو المشكل في الحقيقه سعيد انا راه كنمر بواحد الازمه ماديه هي بقى ناوية ما تخلصينيش هاد الشهر بحال علمك الله كيفاش والله الا بحال علمك الله وعلاش شنو واقع درت واحد المشروع مع الدولة وما صدقش انت حمق بقى شي واحد دابا كيدير شي مشروع مع الدولة بقى شي واحد يخدم مع الدولة ما كتسمعش بان الدولة في ازمة كلشي كيتشكى هل وزير هذا كيتشكى وزير هذا كيتشكى هذا كيقول لك عندنا الكريدي هذا كيقول لك البيجي ما قادنيش ما تدخليش معاهم لا خدمي مع البريفي دابا المشكلة ماشي في الدولة الدولة غتخلصك هي غتعطل الدولة في الخلاص ولكن غتخلصك تخلصك مشكلة في الشروط اللي حطيت مع الشركة شروط تعجيزية وحملوني المسؤولية جروا علي شنو؟ جروا علي خرجتي من الخدمة؟ لي سيمانة سيمانة؟ وما قلتي والو سيمانة وتمشوا مرة وأنا كنقول مالها جالسة في الدار سيمانة هي دابا الباترون اللي مخدم لي انا تشومر هو المستقبل ديال البلاد ملي كيولي الباترون مشومر اش غادي نخدم عند الباترون اي ولكن نسي هذا الموضوع لما انت تبارك الله عليك تمشي تعاود راس هذه الشركه تقدر تلقى خدمه في شركه اخرى غابيد هذا هو المشكل سعيد دابا حنا لي كادر سوبيريور صعيب باش نلقاو خدمه مازال نتايا من غدا تصبح خدام مش من غدا نصبح خدام فين ما خدموش المعلمين الكبار بحالك غيخدموا لي طوكار بحالي انا بوي وما لقيتهاش الله يهديك المهم دابا انا راه فكرت مزيان باش نغطي المصاريف ديال الدراري وديال ماما وداك الشيء راه غادي نبيع الدار يا دابا حنا غنتشردوا تشردون واللي نطلبوا في الزناقي تلقينا انت انا الفريج برك نقول لك عاودوا دارك تخدم بويا وما كاين ولا لا 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 قياس الخير ويلي دليله هذه قلت لك غادي نبيع الدار وغادي تجيب لي واحد المبلغ محترم بي غادي بيد ما لقيت خدمه وانا وانت راك دغيا غتلقى خدمه سعيد وما نبقى شادك حدايا وانا ما نقدرش نخلصك خدمة نخرج دابا انا وعنديش دريات وفين غنخدم فين فين انا هي دابا كاع انت كاع تحسكتي ما بقى عندك والو والو عرفتي 100 درهم هي الاخرى عرفتيني انا يا النهار بنهار والو ما جامعه حتى حاجه ما جامعه شوف بركه متربقه دليله انت عارفه بان احنا عائله واحده وخيرك سابق وانت عزيزه عندي وربي اللي عالم فبيمكنش امبوسيبل انني نسمح فيك انا ما باغي لا نتخلص لا والو انا غادي نبقى معاك خدام معاك فابور وغادي نعاونك في هذه الازمه انا راه جمع شويه ديال قبل ما نقول لك قول لي بعدا شحال ديال الوقت كاع ما تبقاي مشومره وتلقاي خدمه كاع شحال وهي كاع الا تعطلت من 5 شهور 6 شهور ما كاينش مشكل ما كاينش الحل كاين انا جامع واحد البركه بالخير ديالك اللي داو داكشي دبرتي المهم جاب صافي انا جامع شويه غادي نعيشوا به فهاد هذا غادي نزيروا الصمطه مزيان دير من الصمطه
ديالي ديالك ديال المهدي. خرجي شويه الله تعطي فين عايشه انت فين السمطه ماشي السمطه ديال السروال انا كنهضر لك على السمطه يعني غادي نزيروا السمطه هذه هذيك الطريقه كتقال في الهضره عندنا غادي نتقشفوا شويه نقصوا من المصاري غادي نتقردوا انا دابا حيت عايش فايت عايش في التقراد عارف شنو هو المقرد كيفاش عايش غنعيشوا بحال المقردين يعني ما كاع الحوايج اللي زايده ما عندنا ما نديروها ايوا ماما السبا ديالها والمانيكور وبيديكو عرفتي شحال كتنزل عليا في الشهر ما كاين لا سبا لا والو غتولي تمشي للحمام بلدي وعندها مره في الشهر دير تيا الغسول وتمشي مع العيالات وتحك الراسة ما تاخذ لك السال لا والو وثانيا وداكشي ديال المانيكور بيديكور ما كاينش مقص ديال الضفران وهي المهنيه حيد عليا هادشي كله وكاع الحاجه اللي زايده ما عندنا ما نديرو بها غادي نزيروا السبطه غادي نديروا واحد البرنامج ديال التقشف وانا غادي نتكلف به وغادي نمشيو بشويه حتى ان شاء الله نكملوا هاد هاد الشهور ومن هاد الشهور غادي ربي يسهل وتخدمي انتيا ونرجعوا كما كنا واخا شكرا وشنو تا غتبقاو الدراري فاش غادي يبقاو ما غنقدرش نخلص لهم البيسات لا شي ما تخميش دابا خليني انا غادي نقاد داكشي ما تخميش اي كاع انت دابا كاع تعطلتي كاع تعطلتي كاع تعطلتي نفرض كاع زدتي واحد شحال كاع تقدري تعطلي كاع شحال لا ماشي بزاف ماشي بزاف انا يا راه انا لقيتيني دابا كنقلب على الخدمه وداكشي كاع الا تعطلت 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 كاع عام عامين ثلاث سنين كاع 10 سنين قدر ما لقاهاش عامين سعيد فين غادي قلتي نزيروا الصمطه لا 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 ماشي عامين راه خاصها الصمطه ديال خاصها لاكي خاصها البروتين هذه بزاف لا عامين أو. سعيد شحال جامع شحال جامع سعيد قلتي لي انا جامع وعندي والو بقيت جامع والو يا قلتي جامع سعيد يا صحه امو سعيد فين هو الفطور هذا هو الفطور أولي غادي نفطروا بالخبز والزيت ها واتاي واتاي كاين الخبز والزيت واتاي خاصك تعرفي بان 70% ديال المغاربه كيفطروا بالخبز والزيت واتاي داكشي على قد الحال شنو اللي كاين والبيض والكالسيوم فين هو كاين البيض كاين غير هو البيض ناقص هاد الايامات ما فراسكمشيش بان الدجاج ولا كيكون ياكل داك الفريد ديال منع الحمل باش ما يبقاش يبيض بزاف ولكن انا قدرت ندبر لكم على البيض وجبت لكم بيضه هيا فربعه ديال اللحم وهاد البيضه غادي نقسمها لكم على ثلاثه باش كل واحد فيكم ياكل 100 غرام ديال اللحم والسيريال ديالي السيريال اللي بقى البارح كليتوه ما بقى والو اوكي اند وير از ماي جوس جوز كاين انا ما حرمكمش انايا كاين كاين العصير ديالك موجود انا ما نحرمكمش ها هو صباح الخير صباح الخير صباح النور ماما شوفي هذا وليش داكشي يا سعيد هذا عصير اصطناعي كتاخذي منه بكيه وكديري معاه جوج لتر ديال الماء انا باش من هذا درت 3 لتر باش يجي خفيف شويه لا الجيترو كيجي كونسونطري لونو كاشف لا باش دوقي لا دوقي لا مزيان 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 يعجبكم هذا راه كي كي جاك لا لا زوين لا زوين ديتوكس ديتوكس تنقص الوزن تنقص الوزن مزيان لك للصحه ديالك مزيان لك مزيان خذو خذو الخبيزات ها هما باش تاكلوا الزيت كل واحد الطريف ديالو ها الطريف ديالك ها الطريف ديالك ها الطريف ديالك انتيا واخا معضوض ما كاين مشكل ها الطريف ديالك انا راح انا فطرت بهاد العضيضه هادي باش فطرت بالناقص من هاد الفطور كل غير عطيتيني المصروف اليومي ديالو مشي نفطر غير في المدرسه والله الا ولدي لا لا ويلي كيفاش المصروف اليومي كيفاش ويلي فطر ها هو كاين الزيت كاين كلشي قالها انا غادي نعطيك الفطور المصروف اليومي ديالك صحابي غناكلكم فيه انا نعطيكم المصروف اليومي ديالكم ما نضيعكمش فيه غير هو غادي نقص شويه عندكم جوج دراهم لواحد في النهار كيفاش جوج دراهم شنو هو بابا انا جدرام يلا كتقدني مع الغارديان اش من كتقدك مع الغارديان تا الغارديان اللي يبغي حرمه على حالي ما جوج دراهم باش باش فلوس تخدي لواحد جوج دراهم هاكا مزيان بغيت هاكا بغيت وتاني خصو نعرفوا بان جوج دراهم وانت كاع علاش غادي كاع تعطي الغارديان خدمي مع الغارديان ملي تخرجي استراحه بلاصي مع الطوموبيلات عاوني رجع حيت كاين لي غارديانات اللي ما كيعرفوش يسوقوا وهو غيدور معاك وتستراحه لا تاتا تاتا لا ماما بزاف هادشي معليش دابا ما عليناش كولوا 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 الزيت كولوا الزيت كولوا الزيت يلا دوقي قولي لي الزيت كي جاك يلا قولوا لي يلا يلا دوق دوق ها دوق دوق جي ومن لا جي ومن لا لا نهيلة مهدي اجي ولا صحي كي جيتك الزيت كاتاي كي جاك الزيت راه قلت لك غيعجبك هاد الفطور ديال الويل اي راه الويل الزيت الفرنساوي هو الزيت وديال الزفت فطروا راسك لا بزاف لا لا بزاف راه تقشف قلنا تقشف ولكن ماشي طلع الدرجه باش غنبداو حنايا لا جورني باش غنبداها كتقول لي سيري قلبي على خدمه وفين غنقلب على خدمه فطرت باش نمشي نقلب على خدمه قدرة قد ما زربتي ولقيتي خدمه قد ما
حسب. عامين 10 سنين على حسب. ولا ما بقاش خدمه نموت انا ما تبقايش تزيد. بونجور. بونجور. واش سيدنا باقي ما بغاش تجمع الحوايج عليا من هنايا من البيرو؟ اليوم جايه يا وجه النحس. اش قلتي؟ بغيت نقول لك ولد الناس. وراه ولد الناس افكتيمون ولد الناس. لان انا غنقود هاد الشركه من الغرق. الغرق. بونجور. بيتي ميتخ ناجور. والله غادي تمشي هاد الطيب. كاينشي فينا كاملين. انا اللي بقى فيا ان حتى شي واحد ما وقف معايا. هاد المشكل تحملته بوحدي. الحقيقه مدام الموظفين كاملين كيشكروك حيت هادشي اللي درتي ما داروش الرجال مالي نصلاي صحاح. واش كتعرفوا بان لي انا جيت الشركه باش نقودها لان المشكل ديالها دابا مشى في الافلاس. طاحت في لايزاكسيون ديالها حتى واحد ما بقى بغى يشريها حتى واحد ما بغى ياخذها. داكشي علاش انا غنخليها لك وبلاصتي ربح بها. دليلة شوف إلا بغيتي ترجعي تخدمي في الشركة ما كاينش مشكل تحت الإدارة ديالي هي با بروبليم. بصح ومنين نزل عليك هذا الخير؟ أنا بغيتي الأسبوع الجاي إن شاء الله نتلاقاو في الفيرما عندي ونبقاو نتكلم على راحتنا. الفيرما؟ نعم. ووجهك قاصح ما كتحشمش. باز باز. برافو مدام. بنادم كذا كتقلب لي على المصلحة ديالو وما باغيهاش. سعاد وي سي حمزة. المرة الجاية باقي تدخلي في شي حوايج اللي بعاد منك غتبعيها. لا قول هذا الفم. 420 17 130 بابا عمو سعيد. بابا عمو سعيد بان على تصدعي كلا باش شنو الويفي قليل والفيلم كيتقطع. ما بقاتش تيليشارجمون ديال الفيلم قلتها لكم انا بالعاني نقصت من الويفي خليت لكم غير الا بغيتو تجبدوا شي معلومات مهمه من جوجل وخليت لكم الايميلات ديالكم باش تجاوبوا فيهم. واش تصل دابا بنقصتي منه؟ اييه لان داكشي غالي قد ما طلعتي لي بايت كيطلع غالي حنا بغينا نقصوا باش نبقاو على قد الحال. يلا اويلي والجو ديالي. الجو ديالك ما تخافش انا جبت لك من درب غلف 4 ديال الديسك ما تيليشارجي وتخدم مع راساتك عاد 3 دراهم. يلا دادجي دادجي. نعم انت عارفني ما نقدرش نعيش بلا ويفي. ياك الويفي احسن من باك. الويفي ولات اكسجين ما تقدرش تعيش احسن منها. بابا قطع عليا الماء قطع عليا الضو الماكله اللي حبيتي ما عنديش المشكل ولكن الويفي لا عافاك. شوف ما بقى لا ويفي لا مولبي انا مخلي لكم ويفي من 4 ل 6 كاين في الدار ديروا اللي بغيتوا. يلا 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 سعيد سعيد وين كاينه شي حاله؟ اشنو الحماوم ثلاثه مسدودين بغيت نغسل يدي ما لقيتش فين. انا بالعانس هاد الحمامات كلهم 5 الحمامات بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي حمام واحد وعطيهم بالساروت ان كل واحد عنده الحق يعوم مره في 3 ايام باش ما نخسروش الماء بزاف. وثاني انت الضو الضو توا غنولي نطفيه مع 8 شي الا جيتي مورا 8 جيبي معك بيل. على سلامت هاد وزير الاقتصاد علاش دار لنا هاد الحاله؟ واش حنا في حاله الطوارئ؟ حنا راه كثر من حاله الطوارئ. قياس الخير علينا. حنا في حرب مع الزمان حرب مع الوقت. الله يهديك اقتصدوا شويه. ويلي ويلي استغفر الله العظيم. باتي 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 بنتي ويلي 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 ثلاثة الحمامات سادهم ما لقيتش هذا من غسل يديا حتى من بابي جالك حيدوا لينا الويفي. سمعوا اللي قال لكم سعيد هي اللي غادي ديروا لان سعيد هو اللي شاد الصمت شاد الميزانيه. ماما غنوليو فقراء. هادشي اللي بان ليا. اش من فقراء؟ كاين شي فقير عايش في فيلا فيها 5 ديال الحمامات. عاد ثلاثة ودوك الجوج اللي في الجردة ما حاسبهم شي ديال العساس وديال وعاد زيد عليهم 3 ديال الطوموبيلات والثلاجة والتلفازة. اش بغيتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قول اعوذ برب الفلق. هاد خينا هو اللي مقوص عليك هاد الشحموم. عيني خايبه. الله يطيب على هذاك الشيء اللي عطا حسبتها ديال الجده. وييه هاد الشيء اللي عطا الله ماما. شنو واقع بنتي؟ واش بصح خرجتي من الخدمه؟ شكون قالها لك؟ ياك سعيد قلت لك ما تقولش اليوم. لا بالعكس خاصهم يعرفوا
خاصهم يعرفوا بانك خرجتي من الخدمه وانك ما خدامهش هذيك تر دابا من شهر سعيد لا خصهم يتحملوا مسؤوليتهم ياك ما لا ريزيدونس كلها عارفه سعيد لا 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 الحومه كلها غتكون عرفت الحومه كلشي كل اللي عارفين هما النازير هنا خصكم باش تحملوا مسؤوليتكم باش كل واحد فيكم يعرف بان تخموا ليها لان هي كتعرفوا نتوما جبد 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 ما عارفينش دوك الفلوس منين كيجيو هي كتضلضل في التماره وخازنه عليكم ما خصكش تخزني عليهم قوليها لهم علاش بنتي خزنتي عليا علاش حبيبه ديالي ماما تعاونيني معلومه بنتي وانا غنخليك في الظروف لا لا خطك عليا ماما انا عارفه على من تكيا الله يا بنتي شوفي انا غادي ندير واحد تضحيه كبيره لا لا خطك عليا ماما جمع شي حاجه لا 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 ماشي داكشي غاتبيع دابك لا ويلي قياس خير عليا ويلي لا كنمشي ندير الباديكور مره في اسبوع غنولي في مره في الشهر يلا الحمام كنمشي له مره غير لاكان وزيد شي حاجه ايام غادي نبدا نمشي مره مره هذاك لا سال غادي نبدا نخلصوها باغ ترونش يلا زيدوا زيدوا بشويه مهدي زيد ضربت جنبي مهدي شوف اللي لقيناه في التلاجة غناكلوه وعندكم تقولوا شي حاجة لبابا انت بالخصوص عندك واش انت اللي سفرتي لا يوتيوب اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك لقناه شادا تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا تحلى المشاهده شادا اول قناه فنيه بالمغرب